اخوتي، ولا كان شي كونفيرساسيون ديالي بنت راكم الشوق. بنادم قال لي دير البوز، اشنو قلت ليه انا؟ كاين لا ما غنديرش البوز بهذا الانسان هذه، يعني هذه الكونفيرساسيون راكم شتوها بعينيكم، يعني دوك الاسئله اللي كيدوروا لكم في دماغكم راكم غتشوفوها في ديك الكونفيرساسيون. ما كاينلاش نتعمق في الموضوع ونهضر فيه. انا راه بعيد من المشاكل، راه المشاكل هما اللي تابعين، اما المشاكل ما عندي ما ندير بهم. حياتي كامل وانا في مشكل وفي مشكل وفي مشكل. انا اتخذت قرار انني بعد من اي واحد حس فيه ريحه المشاكل، ولكن انتم كتشوفوا بعينكم. كضريف الله يكبر بك اختي، الله ينورك. الحمد لله راه كاينين ولاد الناس وبنات الناس اللي كيشوفوا كل شيء بعينيهم. قاعدوا اللي باغيين يوصفوا صورتي وباغيين يردوني بانني انا اللي كنقلب على هذا وكنقلب على هذا، راه انتم فاهمين عارفين شنو كاين. المهم الله يرضي عليكم كنتو وصلوا لنا غير الله يفهميتك، باش ما نبقاش انا ندير في بالي واحد شويه غيطيح ليا. الله يسهل على كل واحد، والله حتى كنهضر معكم الله ما حافظ على دقيقه نطفي عليه خوتي، دقيقه وخلي المشاكل كطير ديال راسك بيني وبينكم. البركه كطير من عندي انا، ما عنديش انا الرباح نتعادى مع هذا ولا نتعادى مع هذا ولا نتعادى مع هذا. راكم شو بعيني بنادم كنطلع معايا في اللايف ما شادش في قلبي كاع من جيتو، لانني دست في مشاكل كثار من هذا. هذا راه بالنسبه لي راه من مشاكل ما والو. نزار واش تريكو الصفر ديالي هذاك؟ لا ماشي ديالك المادي هذاك، ديالك راه تباع في الحبس. نزار شفتي واش بينا وبين واصاحبي طرالي ولا ما يطراش؟ واش جبدوا لي بنادم هنا؟ نزار القلب الكبير، الله يكبر بيكم، الله ينوركم.